حال انت اللي انت في حال انت اللي حكمت الرجال. هذا اللي حكمك ما لي دخل انا. انت انت عادل وينه؟ انا انا عادل. انا يا عادل. قلوا انا عادل. انا قطعت سمعتي والله هذه اسمع شو اسمها؟ سمعت لا لا قال لك بيل شو اسمها؟ زيد انت متزوج؟ ايه ما شاء الله تبارك الرحمن. كم عليك عيال؟ يا رجال من عليك السوالف ونبت الحكم انا في ذلك بس بس والله بسال انت وش انت؟ انا إيه؟ انا بحطاني طال عمرك ما لي بخبر ما لي بخبر ابن العم يعود على ابن عمه وانا الحين ابن عمك تحكم علي قدام الرجال المجلس مصدق وانا اخوك فهيد يا فهيد ارضى ارضى على الناس مثل ما ترضى على نفسك وانا اخوك انت ترضى اني اغرق نفسي وانا تعبان ومعي حراره ترضى ان الحراره ترجع تنبض لي مره ثانيه انت 50 وانا 50 وش نشيل حمل رخاك في جيبه ابوه كفى اتفق انا 50 وش 50 بشر بنت و50 انا اي 50 50 يلا تم تم اسمع يا حطاني انت حكمتك على رجال واحد انت واحد منا اما تتحكم رجال هات بدي تقولون انك يا ابي انت بدي تقولون 50 انا و50 لا الله ما قلت اقطع ما احنا احنا دقيقه هذا انت نجيب الاهل الله اقطع يا ابو ناقي اقطع قطعنا صلى الله على محمد وكل يصلح سيارته هيك حطام عندي ابيات بقولها لك يا ابي افهيت عطيها يقول لك حطام دوله في الشمال وفي الجنوب حي والله ما انتم محازم هيك حطام يا من جت الصغيره قم توبه ولا الكبيره تقوم توبه والله وانت من ربع غالي وربع نحبه من ربع نغليهم يا ابو يا ولد اسعد هل يخلوني اقطع سمعتك شاش انا ترى قلنا شاش انا فدرت الحكم راح تسمع يا ولد لا انفعت مع الرجال ذا معجله ولا انفعت معه الله لا يحدنا عليك ما تسمع هذا لو يطابق فوق بوبه وش بتسوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم ها يا وحيد اسمع ترى لي سامحتهم عشانك يا شو اسمك يا سبيعي عقبيش عقبيش الله يرضيك حلف ترى السماعة ليه ما تحكيت من اليوم ابنك يا ابي قطعتوها اقطعوا رقبتك ان شاء الله استعجل يا عادل استعجل انا اتسامحهم على شانك قلت سماح تروح تقول السماعة انا من يمشي تقول السماعة وانا غسل يدي ودعنا خبر